بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على كل ما لا يوافق الكتاب أو السنة خطأ. إذن لكل شيء مقياس، المقياس يعرف الأشياء. اضطر أن يدور معه ويتبعه أينما ذهب الإمام علي، كما في حديث آخر النبي التفت إلى بعض أصحابه إلى أبي ذر وقال: يا أبا ذر، إن سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك أنت الوادي الذي يسلكه علي. الإمام أمير المؤمنين لا يحتاج إلى من يعرف، الشمس معروفة بالعين والأذن.
إذن مقياس لكل شيء. إنسان يتكلم في الدين نقول له ليس معك الحق أو معك الحق. لكن النبي في هذا الحديث يأتي فيقول هنالك يوجد مقياس فوق الحق، ومقياس للحق هو واحد منا. يلزم أن تتقوا وتمارسوا واجباتكم وفرائضكم، ولكن مع الصادقين وهم الأنبياء والأئمة الطاهرون الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لأننا نريد أن نضرب في الظلمات، ومن يريد السير في الظلمات بلا نور فإنه لا شك معرض للضلال، لذلك علينا أن نسير على ضوئه.